ماتت لأنها بنت ضابط، ماتت لأنها بنت ضابط. الكرو كله هو بيشوف اللقاء بكى، لأن يعني ما بتلاقي مجرم مثلا بيقتل أو واخد ترامادول أو ايش ضر الكلب طب تعالي انت تتجنن عليك، عايزه اطلع مع طنطي، عايزه اطلع مع طنطي يا ماما، شفتك في التلفزيون مع الاطفال، عايزه البس لبس الصبات وتعيط، خربت الدنيا يا شريف، تعالى شوف بنتك بهدلت الدنيا. لبس الجيش؟ الدنيا عايزه تطلع مع دنيتك العالم. يا لهوي تعيط وتقول انا تيجي في التلفزيون، احول قبل ما تيجي، قبل ما تشوفك تنطعطع، كل ما تشوفك تتنطط تتنطط وعايزه